لا عاد ما يصير كذي، نينتندو سويتش اونلاين كان خايس والحين يعني بيحلون مشكله نزلوا العاب سوبر نينتندو. لحظه هالشيء زين، نينتندو اسمعوا كلام الناس. لما الحين هالالعاب تقدر تلعبهم ببلاش على اي جهاز يشغل محاكيات منهم تليفونك، بس يعني شوي شوي خطوات صغيرة لما نوصل حق شيء حلو. لو يضيفون أجهزة قديمة أكثر أتوقع بيصير تقبل أفضل حق باقي المشاكل بالأونلاين، بس اللي الحين موجود السوبر نينتندو في ألعاب حيل حلوة مثل ماريو وولد وسوبر مترويد وزلدا ويوشيز آيلاند وسوبر تنس وسوبر سوكر. ماريو ميكر الجزء الأول على الويو استانست فيه بالبداية، حلو انه تقدر تصنع مراحل مستحيل تكون موجودة بلعبة ماريو عادية بأفكار غريبة مثل انك تحط أعداء فوق بعض وتقدر تستعمل اللي تبيه بستايل الجرافيكس اللي تبيه من أربع ألعاب ماريو. بس بعد فترة قصيرة صار أحلى اني أشوف أحد يلعب ماريو ميكر باليوتيوب مثلا بدل لا ألعبها بنفسي. من اسم اللعبة ميكر، يعني اللعبة عبارة عن مراحل انت تصنعها بنفسك وتشاركها مع الناس أونلاين. وهني المشكلة، الناس يعني ما عندهم خبرة بتصميم المراحل، ما بيلعب مراحل تصميمها خايس وكلها مقالب. اوكي خلاص عاد. حيل الضحك. هالمقالب الضحك لما اشوفها تصير حق يوتيوبر، بس مو لما تصير لي. مو معناها ما في مراحل حلوه، بس البحث عن المراحل الحلوه كان صعب بدون تاجز او اي شيء يسهل البحث، فما بين ابداع الناس عدل عكس مثلا ليتل بيج بلانت. وبعد كانت في اشياء اساسيه بالعاب ماريو ناقصه بماريو ميكر مثل الارض المايله اللي موجوده بماريو 3 قبل 30 سنه. وتدري شنو اخيس شيء؟ ان ماريو وولد على السوبر نينتندو لما تخلص مرحله ماريو يسوي حبتين بعدين يطلع بماريو ميكر يسوي حبتين وبس تخلص المرحله. اوكي هالشيء يمكن يخليها اخيس لعبه بالتاريخ، بس جد عندي امل ان يتعلمون من الاغلاط اللي سووها بالجزء الاول ويعدلونها بماريو ميكر 2 او الاسم الصح حق هاللعبه موتل ويو. بداوا اول تريلر بينهم يحطون الارض المايله، نينتندو عارفين بالضبط الناس ايش يبون. حطوا اشياء تسهل بحث المراحل، ضافوا اربع لاعبين، ضافوا قصه، بس ما ضافوا يعني لما الحين اخيس لعبه بالتاريخ. وضايفين لعب كامل غير 3D World اللي فيه لبس القطوه، اذا خلصت المرحله بهاللبس ماريو يقول اوكي خلاص افضل لعبه بالتاريخ. هالشيء رجع موسيقى من هاللعبه، ونسيت ايش كثر موسيقى 3D World حلوه. حتى ضايفين اماكن جديده حق باقي الالعاب مثل الثلج والصحراء، وحاطين موسيقى جديده بنظام اللعبه القديمه. موسيقى الصحراء بماريو وولد شيء عجيب. وفي اشياء اضافيه مثل اوبجكتيفز، يعني لازم تجمع عدد معين من الكوينز عشان تخلص المرحله او توصل للنهايه مع ايتم معين. وفكره اون اوف سويتش اللي استعماله حيل حلو بمراحل السبيد رن او مراحل الالغاز. حتى في ايتم زياده مثل الورده من ماريو لاند اللي تعطيك كره بدال نار. لعبت مرحله تستعمل هالايتم حق حل الغاز بطريقه حلوه. تقدر تضيف القمر اللي يغير اللعب، يقلل الجاذبيه او يقلب الصوره، تقدر تخلي الماء يصعد وينزل، تقدر تحرك الصوره بالاتجاه اللي تبي بالسرعه اللي تبي. حلو ان هالاشياء موجوده تعطي افكار اكثر حق اللي يصنعون مراحل، بس للاسف لما هالافكار تكون عند العامه اي احد يقدر يستعملها طبعا بيطلع لك خياس. شوف واحد مسوي مرحله بدون تصميم يحط كل شيء موجود ويقول لك يلا هذه مرحلتي، انا عمري 7 سنين مو مصدق سويت شيء، بخرب ماريو ميكر عليكم. ولا تلقى مراحل المقالب، طبعا الكوميديين رجعوا من الجزء الاول، ولا تلقى مراحل اللي ما تدري وين تروح من كثر العفسه. انا قاعد اتكلم اذا اخترت اندلس اللي يخليك تلعب اي شيء من كل الناس على حسب الصعوبه اللي تختارها. ايزي في مراحل فاضيه وقصيره، وسوبر اكسبرت في مراحل ما تلعب، يا انها تكون حق المحترفين حيل او انها تكون مستحيله تحتاج تلقى اماكن سريه ما يعرفها الا اللي مسوي المرحله. زي ان هالجزء في ديسلايك لان صرت اوزع ديسلايكات. ممكن تطلع مرحله حلوه من فتره لفتره بالنورمال او الاكسبرت، بس مو ثقه. وصح تقدر تطوف اللي ما يعجبك، بس لازم تلعب المرحله عشان تعرف ايش كثر خايسه. فنصيحه لا تلعب اندلس، واختار المراحل بنفسك من كورسز، تلعب اشهر المراحل او تبحث عن اللي تبي، وهالمره في تاجز يسهلون البحث على نوع المرحله اللي تبيها. حتى تقدر تسوي فولو حق ناس عشان كل مره ينزل مرحله تلعبها، وانا اشوف ان هذه افضل طريقه تلعب فيها ماريو ميكر. تقدر تسوي فولو حق جوف لومب، ما ادري منو هذا، اكيد مو انا،
لان مسوي مرحله واحده وحيل خايسه. بس شفت الشيء الغريب اللي توه حطيتك اياه، هذا اي دي، ما ادري ليش ما تقدر تبحث عن انسان او مرحله بانك تبحث عن الاسم، بس يعني نينتندو، فيمكن هذا السبب. البحث بشكل عام صار افضل من الجزء الاول مع التاجز، بس المفروض يكون احسن من كذي. حتى الفولو اللي قاعد اقول لك اهم شيء تسويه مخشوش، اتوقع في ناس لعبوا هاللعبه وما يدرون عن سالفه الفولو. ما ادري ليش في اشياء معقده بزياده، يعني نينتندو ولا مره بحياتهم لعبوا ليتل بيج بلانيت اللي نازله قبل 11 سنه. بس اذا تبي تلعب مراحل حلوه وما تتعب نفسك بالبحث تقدر تسوي هالشيء بالستوري مود. فكرته انك تبني قصر الاميرة خوخة بان تلعب مراحل تجمع فيها فلوس، فيكون كل فلس تاخذه لا قيمة، وهالمراحل لانها مصممة من المطورين فتشوف فيها افكار حلوة وتطبيقها حلو. بس المشكلة من كثر الافكار الموجودة بالستوري مود صار يضر مراحل الناس. العب مراحل الناس واشوف افكار متكررة لعبتها بالستوري مود، نادر حيل القى فكرة جديدة. والصراحة ما الومهم، يعني الستوري مود ما خلى فكرة ما حطها. لما العب مرحلة ورا مرحلة فيهم نفس الفكرة امل، وهذه مشكلة ثانية باللعبة فيها وايد نسخ. مراحل سبيدرن 20 ثانية اذا لعبت منهم واحدة معناها لعبتهم كلهم. مراحل السيارة نفس الشيء، مراحل ايتم سوبر بول نفس الشيء، وايد مراحل متشابهة. في بوس كل الناس يحطونه لازم تباري بكل مرحلة، باوزر عملاق مع وردة ما تخلص وانت قاعد تطقه بالنار. يعني حتى المراحل الحلوة بعد فترة قصيرة صارت تشبه بعض، احس خلصت افكار اللعبة بسرعة. ماريو ميكر 2 ما راح توصل مستوى لعبة ماريو عادية بتصميم عدل ومستوى ثابت مع عوالم تزيد صعوبتها كل ما تلعب وبوسز حق هالعوالم. نظام اللي كل مرحلة العبها مستواها غير وصعوبتها غير بس فكرتها موجودة بمراحل ثانية خياس. بس ما ادري يمكن هذه الفكره منها، فاذا تبي هالشيء يمكن يعجبك. لان ماريو ميكر 2 كصانع مراحل ممتاز، بس العاده صنع المراحل يكون شيء جانبي بلعبه، ما يكون لعبه كامله وبسعر لعبه كامله $60. الستوري مود ممتاز، بس حتى هذا ما ياخذ مكان لعبه ماريو عاديه. يمكن لو الاونلاين يشتغل بيخليني العبها مده اطول، لانه ولا مره اشتغل معاي، كله يخليني انطر للابد. ومن اللي شفته باليوتيوب زين لا يشتغل. بس اذكر ان هذا المفروض الاونلاين اللي ندفع له، ما ادري ايش قاعد يسوون بفلوسنا. توه نزل ابديت يضيف لينك واعداء جدد اللي هو شيء حلو، لو يكملون يسوون ابديت اكثر بيعطي اللعبه عمر اطول. بس اللعبه بكبرها بالنسبه لي ما عاشت اسبوعين، فهالابديت بعيشها زياده ايش كثر، يومين قبل لا نشوف نفس الافكار منسوخه بكل المراحل اللي فيها لينك. يعني بشكل عام اللي قاعد اقول ان ماريو ميكر 2 خايسه، اي نفس الجزء الاول. لما اغلب وقتي يكون بمراحل خايسه افكارها متشابهه فمعناها لعبة خايسة. شوف يمكن صنع المراحل يخليها تسوى انها تكون لعبة كاملة بالنسبة لك. انا ما تكلمت عنها وايد لان صراحة ما اهتم وايد، ما سويت غير مرحلة واحدة وكانت خايسة. ادري في ناس ولا مرة لعبوا لعبة ماريو بحياتهم وشافوا ماريو ميكر عند بندر وعبالهم انها افضل لعبة بالحياة، بس لا، انا اشوف لو تلعب العاب ماريو العادية احسن. لا لحظة احس بالذنب شوي، يمكن المفروض اعطيها فرصة اخيرة. اوكي خلاص نعطيها فرصة أخيرة، بتجربها الحين وإن شاء الله تكون حلوة. أحب لويجيز مانشن الجزء الأول والثاني، هذين الألعاب ما في نفسهم، واللي جد خلوا لويجي عنده شخصية مو بس ماريو الأخضر. فلما أعلنوا عن الثالث لويجيز مانشن أول ما بديت اللعبة استوعبت شكثر فيها أنيميشنز وتعابير أسطورية، كل حركة من لويجي فيها روح. لما يخاف أشوفه ينقز ويعلق وهو واقف، الأشباح يتمططون وانت شفطهم، البوسز لهم نهايات حلوة. من أول لقطة بهاللعبة اللي فيها تود يسوق باص وما يقدر يشوف الطريق لآخر لحظة وأنا منبهر من الأنيميشن، واللي ساعد الكلام اللي يقوله لويجي. I'm a star. القصة ان لويجي وربعه راحوا فندق طلع انه حق اشباح، حبسوا كل ربعه الا هو قدر ينحاش، والحين لازم يصعد كل ادوار الفندق لما ينقذهم. وبس هذه القصة، يعني لويجيز مانشن شنو متوقع. بس الحلو انه مع بساطة القصة في وايد مشاهد، كل ما توصل دور في مشهد، كل ما تلقى شخصية في مشهد، كل بوس له مشهد. وهالبوسز شخصياتهم حلوة، في شرطي متين ودي جي عندها اشباح يرقصون،
ولويجي يرقص معاهم. كل مرحلة كأن لها قصة صغيرة مع البوسز اللي فيها، ولأن الأنيميشن حيل حلو فهالمشاهد حلوة. كذا يكون طول اللعبة عندي دافع، أبي أكمل، أبي أعرف شنو البوسز اللي راح أصل لهم، أبي أشوف شنو المشاهد اللي راح تصير، أبي أروح كل دور وأشوف شنو راح يصير فيه. هالأدوار كل واحد منهم له ثيم معين، يعني واحد نبات، واحد موسيقى، واحد أفلام، والبوس يكون على الثيم هذا. للأسف نظام الأدوار يشيل فكرة الاستكشاف وإحساس إنك صج بقصر نفس اللي بالجزء الأول. الحين الوضع كأنك قاعد تلعب مراحل منفصلة، صح في أماكن جانبية حق فلوس أو أشياء تجمعها، بس هذا ما يوصل حق انفتاح الجزء الأول. بس من ناحية إيجابية إن فيها تنويع وأفكار أكثر من أي جزء، مرة تركب قارب، مرة تستعمل منشار، مرة تمثل بأفلام عشان تحل لغز. كل فترة هاللعبة تعطيك فكرة جديدة ورا فكرة جديدة ورا فكرة جديدة، شيء حيل حلو. وترتيب اللعب بين مشاهد والغاز وأشباح عاديين وبوسز هم مضبوط، وهذا كله لأنها نظامها مراحل، يعني كل شيء تسويه ومتى تسويه بيد المطورين. انا احب نظام الانفتاح اللي موجود بالجزء الاول، يعطي احساس احلى حق اللعبه كلها. بس ما اقدر انكر ايش كثر فصل الادوار وترتيب اللعبه على مراحل الموجود بلويجيز مانشن 3 يخلي اللعب افضل مليون مره. واللي يساعد ان الاشياء اللي تسويها كلها باساسها حلوه. صيد الاشباح حلو، لما تشب الليت عليهم تقدر تجمعهم مع بعض وتشفطهم وتقلبهم، وعلى حسب التوقيت اللي تضغط فيه ايه تقدر تطق اكثر. يعني اذا قعدت تضغط ايه ورا بعض راح تطق الشبح 4 مرات، بس اذا قعدت تضغط ايه عدل لما الشبح يهوش الارض راح تقدر تطقه 8 مرات. فيكون صيد الاشباح في شويه مهاره بدون نقاش. طريقه قتال الاشباح هني احلى من اي جزء، بس الاخيس بهالجزء انه في وايد من الاشباح متشابهين مع الاجزاء اللي قبل، وهذا كان شيء ممل. احس اني باريت هالاشباح بس النسخه الاحسن منهم قبل 18 سنه. مرات اشوف اللعبه تحاول تنوع بصيد الاشباح، بعضهم يكونون ماسكين درع مثلا تحتاج تشيله عشان تصيدهم، او مرات تقدر تشوف اثارهم بالتراب او تقدر تشوفهم من المنظره، وهالافكار حلوه. بس المشكله انها موجوده بالاجزاء اللي قبل. اتوقع لو مو لعب اول جزئين ما راح تلاحظ هالشيء، بس انا لعبتهم وغثني قله التنويع بالاشباح بهالجزء. واللي خليني اقول ان هذين الاشباح النسخه الخايسه من قبل 18 سنه لانهم سهلين، انت تسحبهم وتمسخرهم وهم ما يطقونك. وين اللي كانوا يحذفون علي اشياء وانا احاول اصيدهم؟ اصلا اللعبه كلها بشكل عام حيل سهله، ولو قربت شوي من الموت يطلع قلبي يعالجك. حتى تقدر تشتري عظمه ذهبيه اذا مت ترجعك بمكانك، حتى ما تحتاج تعيد من التشيك بوينت. بس اللي صار بباقي اللعبه عكس اللي صار مع عدد الاشباح والتنويع فيهم، لان اللعبه كلها فيها تنويع مو طبيعي مع الافكار اللي ضافوها، مثل جويجي اللي صدق يغير اللعبه. هذا الفكره منه انه يكون حق لاعبين واللعبه 2 حلو، يخلي صيد الاشباح احلى والالغاز احلى والبوسز احلى، بس حتى لما تلعب روحك لازم تستعمله. هو يقدر يسوي اشياء ما يسويها لويجي، وما يقدر يسوي اشياء يسويها لويجي، فتحتاج تبدل بينه وبين لويجي، ويضيف فكره زياده حق حل الالغاز وقتال البوسز وصيد الاشباح. وبعد من الاشياء اللي ضافوها نطه. ايه لويجي ما ينط باجزاء لويجيز مانشن، بس لانهم ضافوها الحين فتخلي البوسز ممتعين اكثر، للغاز تحط فيها احتمالات اكبر، وعندك حبل تقدر تستعمله عشان تسحب شيء ثقيل. كميه الاشياء اللي سويها لويجي ووجود جويجي تعطي فرصه اكبر ان هاللعبه تستعمل هالافكار عدل. لما بطل اللعبه يكون عنده قدرات وايد يكون في احتمال اكبر ان اللعبه تطلع ابداعها، عكس مثلا انرافل. ليش هاللعبه عاديه؟ لان قدرات البطل عاديه وشويه. لويجي العكس بالضبط، قدراته مو عادية ومو شوية. وبعد عجبني كمية البوسز، كل دور فيه بوس بعدين بوس، وافكارهم حيل حلوة. بعضهم يحتاجون لعب عدل بانك توخر، وبعضهم يحتاجون تفكير كأنك قاعد تحل لغز، وبعضهم يحتاجون تركيز. كل مرة اباري بوس اقول هذا افضل واحد، يطلع لي بوس بعده افضل منه. اصلا البوسز هم احلى شيء من ناحية اللعب، وزين ان اللعبة تركز عليهم. بس مو شيء غريب، لويجيز مانشن 3 كلها حيل حلوة، فيها مشاهد حلوة بانيميشن اسطوري وثيم خاص حق كل مرحلة، وافكار لعب حلوة وبوسز ممتازين. فيها شوية تمطيط مع القطوة هذه، تحتاج تلحقها من غرفة لغرفة وتطقها بنفس الطريقة بكل غرفة، بس هالقطوة ما طلعت الا مرتين فما كانت مشكلة كبيرة. وصح اللعبة سهلة والاشباح انواعهم شوية ومتشابهين مع الاجزاء اللي قبل، بس صيدهم ممتع. واهم شيء ان اللعبة تعرف تركز على شنو. البوسز والاستكشاف والالغاز احلى شيء، فاغلب اللعبة تستكشف وتباري بوسز وتحل الغاز. لو ما لعبت ولا جزء اقول لك عادي ابدا بهذا، خاصة لو عندك احد تلعب معاه،
بس حتى لو ما عندك احد عادي يلعبها بروحك. وفيها محتوى ممتاز، انا خلصت اللعبه ب 17 ساعه لاني جمعت كل شيء. للاسف تجميعها الاشياء كان ما له قيمه، بس على الاقل البحث عنهم كان ممتع. وحتى لما تخلصها تقدر تلعب مالتي بلاير في سكريم بارك وسكير سكريبر. سكريم بارك نظام اللعب فريقين، كل فريق يوصل 4 لاعبين، يعني المجموع يصير 8 اشخاص يلعبونها. ومنه 3 انواع، في الفريق اللي يجمع فلوس اكثر يفوز، ولا اللي يصيد اشباح اكثر، وافكارهم زينه. وسكير سكريبر اللي يوصل 4 لاعبين بالاونلاين، كل مرة تلعب تكون مرحلة غير مصنوعة من اللعبة نفسها. كل مرحلة تطلع لك مهمة، يعني مثلا صيد كل الأشباح أو إلقى تود، ولازم تسوي المهمة قبل لا يخلص الوقت عشان تروح المرحلة اللي بعدها. وتقدر تلقى آيتمز، في اللي يزيد قوة السحب وفي اللي يخليك تشوف كل شيء مختفي. هذا محتوى إضافي حلو بس مو شيء غريب، لويجيز مانشن 3 كلها حلوة. اللي أعرفه أنك بعت ألعاب نازلة قبل 5 سنين بنفس السعر اللي نزلت عليه قبل 5 سنين. إيه صح. وفي واحدة من الألعاب اسمها دونكي كونغ تروبيكال فريز بعتها أغلى من سعرها لما نزلت قبل 5 سنين. إيه صح. والحين قاعد تبيع ريميك لعبة جيم بوي $60. إيه صح. أوكي أنا ما شفنا المشكلة فيك، المشكلة بالناس. إيه صح. زلدا لينكس أويكنينج على الجيم بوي مو من الأجزاء اللي لعبتها وايد لأنها ما عجبتني، من الأسباب أنها قديمة فيها أفكار ميتة، يعني لعبة صار لها 26 سنة شيء طبيعي، ولأنها على الجيم بوي اللي ما فيها غير أسهم و A و B فوايد آيتمز تستعملهم بأن كل شوي توقف اللعب وتبدل لهم مع التحكم بالأساس خايس، فكان الوضع ذية. يعني صجها اللعبة تحتاج ريميك نفس لعبة جيم بوي غيرها مترويد 2، وسوى لها ريميك على 3DS وطلع حلو. طبعا مشكلة التحكم تنحل بسهولة، شوف هالكنترولر في مليون شيء تضغطه صح؟ لا لا، الظاهر نينتندو ما شافوا ان كل هالاشياء تقدر تضغطها فما انحلت مشكلة التحكم. ليش بس نقدر نختار ايتمين بنفس الوقت؟ ليش L و R وظيفتهم نفس Z L و Z R؟ ليش ما يخلونا نحط ايتمز مكان L و R؟ شوف حركة لينك صارت افضل، ومو كل الايتمز تحتاج تختارهم عشان تستعملهم، نفس الجيم بوي كان لازم كل شوي يتبدل، بس الحين بعضهم تستعملهم بروحهم بدون لا تبدل لهم. فالتحكم صج صار احسن، بس مو فاهم سالفة اختيار ايتمين. على الاقل مع ستايل الجرافيكس هذا تنحل ثاني مشكلة باللعبة، الجرافيكس عجيب. للأسف الفريمات تحتضر، هاللعبة تحاول تصير 60 فريم بس مو ثابتة كلش، صراحة لو 30 أرحم. بس المهم شنو مستوى هاللعبة بعد 26 سنة؟ الجواب نفسه، هذه هي لينكس أويكنينج بس مع التحكم وجرافيكس أفضل. فيها آيتم زينين، بوس زينين، دنجنز مو زينين. الدنجنز فيهم تصميم غريب، ان بعض المرات اذا دشيت غرفة تسكر وراك، واذا تبي ترجع لازم تلف على الدنجن كله. اخر 3 دنجنز حفظتهم من كثر ما مريت بنفس الاماكن، حتى العالم كله مصمم بهالطريقة، راح تمر بنفس الاماكن انا متأكد على الاقل 3 مرات. بس بشكل عام اللعبة فيها اشياء زينة وخايسة، اغلبها اشياء موجودة بالعاب زلدة ثانية بنفس نظامها ومطبقة افضل بالالعاب الثانية، نفس منش كاب ولينك بتوين وولدز وحتى اجزاء الدي اس. هذا ريماستر عادي مو مترويد سامس ريتينز كلش، واعتقد ان هاللعبة كانت تحتاج ريميك مو ريماستر. اتوقع لو واحد مو لاعب باقي اجزاء زلدة اللي بنفس نظام لينكس اويكنينج خاصة اللينك بتوين وولدز ما راح يلاحظ ايش كثر هالجزء اخيس، بس لو لاعبهم اعتقد اكيد بيلاحظ. اذا انت لاعب كل اجزاء زلدة 2D وتبي تلعب لينكس اويكنينج وما عندك مشكلة تدفع $60 على ريماستر، اوكي سوى شيء. بس اذا مو لعبهم اقول روح العبهم اول وبعدين فكر بهذه. صدق ما عندي كلام وايد، هذا ريماستر عادي، عكس مثلا ريماستر في 3 العاب $40 ومن اكتيفيجن. ايش قاعد تسوون نينتندو؟ حتى اكتيفيجن يسوون احسن منكم. أسترول تشين من بلاتينيوم اللي هم مطورين نير وبيانتا، وهم بعد مطورين سلاحف النينجا وستار فوكس زيرو، ف ما في شيء اتوقع منهم. بس الشك راح من البداية الاسطورية، على طول تحطك بالاكشن تسوق سيكل وتطق وتوخر وتطلع انفجارات. الغريب انه بعدها توتوريال ورا توتوريال، مملين ويطولون ويمكن نحشونك، بس اصبر عليهم وترجع اللعبة حق مستوى حيل حلو. فكرة أسترال تشين انه معاك روبوت يسمونه ليجن مربوط بسلسلة، تقدر تسحبه وتدزه، تقدر تحركه على كيفك وتخليه هو يسحبك، تقدر تربط السلسلة على الأعداء، ومو بس عندك ليجن واحد، عندك 5 تطلعهم كل ما تلعب أكثر. كل واحد له قدرات غير وأبجريدز بروح وسكيلز بروح، واحد تركبه عشان يركض بسرعة، واحد يطق بأسهم، واحد يشيل أشياء. هذه القدرات تستعملها بالطق وبالتنقل وحل الغاز، يعني مكان لما توقف عليه يختفي فتستعمل
تستعمل الليجن السريع عشان تعبر بسرعة، ولا أعداء بالهواء تستعمل ليجن الأسهم وتطقهم، حتى أنت لك أبغريدز كل ما تسويهم مو بس يزيدون طاقات، يطلعون لك حركات زيادة حق الطق. هاللعبة فيها وايد أشياء حيل، لو بشرح كل شيء ما راح أخلص، ومع هذا ما حسيت بتعقيد، بالعكس حسيت بمتعة وأن كل شيء له فايدة. نظام اللعبة مو عالم مفتوح، بس لما تبدأ مرحلة تقدر تتحرك على كيفك بأماكن شكليا حلوة وفيها عدد كبير من الناس. طبعا لو على جهاز قوي بتكون احلى، بس هذا السويتش بعد شو نسوي. هني تقدر تسوي مهمات جانبيه او تلقى اماكن سريه او تنظف الشارع. ايه تقدر تنظف الشارع وتاخذ فلوس على هالشيء، وكلها اشياء ممتعه. المهمات الجانبيه عباره عن قضايا صغيره تحقق فيها او الغاز تحلها او احد تلحقها او تلعب ميني جيمز. هالمهمات لها قصص صغيره بعضها جديه وبعضها على ضحك. جد استغربت ايش كثر المهمات الجانبيه حلوه، والاماكن السريه ممتع اني القاها لان الانتقال باستعمال الليجن حلو. هذا غير الطق الممتع اللي يعتمد على مكانك ومكان الليجن واستعمال قدراتكم مع بعض. في طاقه حق الليجن تنقص كل ما ينطق او يستعمل شيء، وتزيد اذا خشيته او طقيته بسلاحك. تحتاج تشوف الاعداء وتحفظ حركاتهم عشان تعرف متى تقدر تطق، وتركز على انك تسوي السينك اتاكس اللي هي حركات تدمج بينك وبين الليجن اللي تحتاج توقيت. وفي وايد اشياء ثانية تحتاج تركز عليها بنفس الوقت، وهذا اللي يخلي نظام الطق حلو. وكل ما تلعب وكل ما طلع بقريز اكثر كل ما يصير احلى. اتوقع راح تحتاج تتعود عليه، لا تحط ببالك انه بيت ماب. هذا نظام طق اكشن ار بي جي يعتمد على الحركات اللي تسويها بالوقت الصح اكثر من انك تسوي اطول كومبو. أسترال تشين مو لعبه اعطيك فيها شيء واحد واقول لك عشان هالشيء اللعبه حلوه. يعني مثلا دبل ماي كراي 5 اول شيء افكر فيه نظام الطق، بس أسترال تشين لا، ما تسوي شيء واحد اسطوري، بس الاشياء اللي تسويها الحلوه كلها مع بعض تطلع لعبه حيل حلوه. واللعبه تعرف متى تنوع، متى تضيف اعداء، ومتى تعطيك ليجن جديد. جد أسترال تشين من افضل العاب السنه. انا منصدم ان ليل المرحله الاخيره في اعداء جدد ونظام مهمات جانبيه ما كان في نفسه قبل. كذي لعبه توزع افكارها عدل، ما تحط لك كل شيء من البدايه. هذول البلاتينيوم اللي اعرفهم من نير اوتوماتا وبياناتا، مو اللي عرفتهم من سلاحف النينجا وستار فوكس زيرو. اقول بس تحمل التوتوريال الطويل وصدقني اللعبه حلوه. اي بعد تقدر تلعبها بالمحمول، بس تحتاج مجهر عشان تشوف الكلام، وهذا السويتش العادي بس عشان اللي يبي لايت ويقول انا بس ابي العب روحي ما ابي تلفزيون. اي اشتر سويتش لايت اذا تكره عينك. مع انها السنة بشكل عام مو ذاك الزود، بس حق السويتش سنة حلوة. غير أسترال تشين ولويجيز مانشن في يوشي كرافتد وولد، شوف الستايل العجيب، كل شيء كأنه مصنوع من كرتون ولا قماش ولا قطن. هاللعبة مفولة أفكار متميزة بكل مرحلة مع أشياء سرية بكل مكان تخلي التجميع حلو. صح سهلة والموسيقى خايسة، حيل خايسة، بس تحملها عشان اللعب حلو وجرافيكس حلو. بس ما ألومك إذا حتى مع هذا ما تبي تشتريها، هاللعبة مدتها 6 ساعات وسعرها $60، تبون تذبحوني انت. وفاير امبلم 3 هاوسز اللي فيها اختيارات وايد بطريقة لعبك أو علاقاتك مع باقي الشخصيات، وكلها أشياء مترابطة مع بعض. تبني جيشك وتدربهم بالطريقة اللي تبي على الشيء اللي تبي، حتى تقدر تسوي هالشيء. اوكي اسمعني اقدر اشرح اللي توك شفته. باقي العاب سويتش نزلت ولما الحين ما لعبتها مثل ماريو اند سونيك وبوكيمون، ويمكن لعبة الرياضة رينج فيت ادفنتشر اللي شفت واحد يتعذب وهو يلعبها وناس مستانسين بتعذيبه. اوكي يمكن لا، بس هالكلام بعدين. اهم شيء الفيديو الجاي Death Stranding اللي سمعت انها طويلة، ف نشوفك بعد سنة. قرباع